استخمت دي وحياة والدك. لا ربنا يكرمك يا شيخ. ما تطلع الأجرة. إن الله مع الصابرين إذا صبروا. يا الدنيا هتطير، مستعجل ليه؟ العجلة الندامة. أنت هتفتح لي محضر؟ لا هفتح في المنديل. عايز كام؟ 130 قرش. 130 قرش تعريفي؟ لا 130 قرش ازاي؟ انت ما ركبتش عربيات قبل كده؟ ليه؟ شايفني يعني مش وش عربيات ولا مش وش عربيات؟ خد يا سيدي ادي جنيه اهو. وادي ثلاثة تعريف. لا ده قرش ساب. لا والله ده بينه تعريف. لا ده قرش ساب. لا تعريف. خد اهو. ادي تعريفي وادي تعريفي وادي ادي كمان تعريف اهو. حلو قوي كده. انت هتنهب؟ ده انت فلقتنا يا اخي. ده بس من اصلك. كان حش وسطك. ايوه. انا اول مره انزل مصر. لا انا ما قلتلكش. ما قلتليش ايه؟ مش انا امي ماتت؟ الباقيه بحياتك. حياتك الباقيه. صحيحكم مشكور. ما انجلكش في حاجه وحشه. وتعبت نفسك وجيت لهم مار. نعم. انا من خربتي. ايه؟ من خربتها. في بلد اسمها خربتها؟ ايوه. في بلد اسمها خربتها. امال انا هضحك عليك؟ ما تاخذنيش اصلا انا معرفهاش. ولا الحكومه حتى تعرف. ولا احنا عايزين نعرف حد ولا عايزين حد يعرفه. تشكر قوي يا حضري. العفو. تشكر قوي يا سي. حضرتك اسمك ايه؟ ما يهمش. تشكر قوي يا سي. ما يهمش. ما يهمش. ما يهمش ازاي؟ اسمك ما يهمش؟ لا محسوبك الدسوقي ابو عجله. ابو عجله؟ وانا اقول شفتك فين؟ شفتك فين؟ باين اني سالتك ابو عجله. تشكر قوي يا اخي. مع السلامه يا بلدي. يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي؟ مش تدفع ثمن السوبيا؟ لا مؤاخذه يا حضري، الكلام اصله خدنا مع الاستاذ. خد يا سيدي. خد. ايه ده؟ قرش تعريف. قرش تعريف بقى؟ دي الكوبايه كمان 10 ساغ. 10 ساغ ليه؟ شويه الماء البيضا دول 10 ساغ؟ اه. خد. ايه؟ ثلاثة تعريف اهم. حلو قوي كده كويس. فتحش وسطك. ما حدش يسمع اكتر من ثلاثة تعريف. امر لله. مين؟ حسنين. ايوه حسنين بشحمه ولحمه. اتفضل يا حسنين اتفضل. مساء الخير يا مرات خالي. مساء الخير. ازيك؟ اهلا يا حسنين. بارك انك طيب. ايه اتفضل معايا يا حسنين. انا هقعد هنا. لا اتفضل معايا هناك. انا مستريح كده يا خال. تعالى يا راجل هناك تعالى. ايه ده؟ فر. فر ايه؟ دول عيالي. كل دول عيالك؟ ايوه. ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم. ده انت غلبان. قوم يلا في الزقوق. قوم من هنا. انا هنام هنا. اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتني. خش جنب اخواتك جوه. اهلا يا حسنين. ازيك كده؟ الحمد لله يا خال. ده اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا. ايه؟ اي والله. وازاي امك كده؟ امي؟ مش انا امي ماتت يا خال. ايه؟ ايوه بقيت يتيم الاب والام يا خال. يا حول الله يا ربي. تعيش تعيش يا مرات خال. ما قلتيش في حاجه وحشه. بقيت يتيم الاب والام. طب مش كنت بعتني؟ ما انا اتلهيت على عيني. بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده. كتر خيره. ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا، ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقعد هنا. انا هنام هنا. جاني بنام هنا. ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال. يا ما يصحش قول تعالى معايا هناك. ده انت عليك تحكمات. صحيح. انا واقع من الجوع، واقع من الجوع يا مرات خالي. من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه سوني. سوني؟ ايوه بتاع بيضه كده. هات لي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل. بقيت يتيم يا خال. معلش معلش استهدى بالله. بكره تنسي. انسى ازاي وانا جعان كده؟ دلوقتي تاكل وتشبع. اديني قاعد اما اشوف. اهياني 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 ياني ياني اهياني. جراه يا جدع. مزجت حسب الله هي ولا ايه؟ ما احناش عارفين ننام. مزجت حسب الله. المزجت حسب الله ايه؟ كانت حش وسطك يا مرات خالي. اهو ايه؟ مش كفايه جاي تاكل معانا اكلنا وتشاركنا في فناننا؟ هتبوق لنا كمان. يا ولية يا عيب يا ولية. اسكت انت، انا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا اخويا جايب لنا شحط يشاركنا في الاوضه. ايه ايه يا راجل انت ما صدقت. حلو. هو صحيح هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي. انا فهمت انت عايز ايه.
قوم يا خالكك حش وسطك انت راخ. قوم يا راغب. يا نهار ازرق. ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المونه طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هديه في تيمين مسلح تخليه زي البغل بدل ما عامز الحمار كده. انت حمار. هتقول ايه يا قلت؟ طيب مخصوم لك يومين. وانا كنت حيت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل عنه تاني؟ اخرس يا علي اخرس. خرست يا خال خرست. اخرس يا علي. وعب يا جرانجي. اجري. حاضر. طب ده في تنيتك وانت زي البغل كده. طب حش وسطك. اقول لك يا احسن ايه؟ كواخة. انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خالي. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ الله. قهوه ايه يا خالي اللي هروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي ايه اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايه؟ ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر مخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا عيال عايزهم هاد الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه؟ حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال. حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فتكم بعافية. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى إيوه ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال. ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزردة اللي هي زردة ام حسن. ما قلت ليه؟ قال لك انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كانت مين اللي على ودانك يا مرات خالي؟ ما قلتليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك روح هات الشاي. هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام عني ام عتب. حاضر يا خال. حاضر. دي العيشه تقرف يا اخي. ما تخليش بالك. هو بني ادم على نياته وشرب المقلب هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ام حسن مش هيلاقي. لو فرحنا بقى كده رحيم على شاي ام حسن. قال لا انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالي؟ شاي ام خليل. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ حاضر. يلا انت مالك لازم فيها كده ليه؟ قول يا ولد. انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالد. خد الباب معاك. أنا بقول آخد العيال معايا عشان أنا خايف عليهم. لا أنا هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالد. حاضر. حاضر يا خالي. أوعى بقى. مين؟ افتح يا خالد. هو الحي يرجع. افتح يا خال. ما تردش عليه. انتوا في ايه قال لك؟ انتوا بتعملوا ايه؟ جبت شاي ام حسن؟ ايوه امال جبت شاي ام حسن. جبته فين؟ جبته اهو.
اهو هشام محسن اهو. مش ليش هشام محسن؟ قال لأ. انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش هشام محسن؟ هو هشام حسن ومحسن عليه ايه؟ طب فزه وبتخمي. انا مش هتخم؟ ايه؟ اللي عايز يتخمي يتخمد هو. عايزه تتخمدي يا مرات خالي؟ انا طهقت، انا زهقت، انا عايزه اتطلق. قال تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم هشام حسن اهو. اغرس انت، اغرس. حاضر، اديني خلصت يا اخوي. اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي، لان دي ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي والله. ولولا ابوها كان جعني يتعاش، ولولا ابوها كان جعني يتعاش. انا عايز افهم ايه الحكايه بتمام. عندك حبان ومستكه؟ ايوه امال، عندي الحاجات دي كلها، دي بتخلي الاكل فلالي. يا واد انت يا فلالي. الله يكرمك. انا كمان طبيخي يعجبك قوي. الهي يا رب يخلي اللي بياكلوه يبقوا زي الجواميس. انت فلاح مش كده؟ ايوه، من خربتي بحيره. ولسه جاي بقى؟ ايوه لسه جاي. يعني لسه بخيره. خير مقدارك. طب عندك حب هان؟ ايه؟ حب هان. ايه الحب هان دي؟ يعني حب هان، بس انا بحب ادلعها عشان اقول لك حب. ايه؟ في ايه؟ اهو موجود الحب هان اهي. طب اقول لك ايه؟ ما تيجي تدوق اكل. تعالى دوق اكلي يا ست. الله يكرمك يا جدع. ما تبقاش كده، ما تبقاش مغفل بقى. انا برضو مغفل. انت يا ست انت لعيمي، انا عارف انت قصدك ايه بالظبط. يلا مش نجر من هنا. اما قليل الادب صحيح. انا برضو اللي قليل الادب. ما تتلم يا خالتك. وخالتي ايه دخلها بالموضوع؟ الله، ايه في ايه؟ ده البلاوي اللي انت جايبها دي يا معلم. في ايه بس؟ بسلامته بيدوس على رجلي ويبصبصلي. انا بصبصلك ازاي؟ ثم انا ادوس عليك منين؟ انت كنت انا واقف هنا وانت واقفه هنا. ايه يا قلة الادب دي؟ اه انا لا بصبصلها ولا ادوس على رجليها يا معلم. يعني الست هتكذب؟ حقك عليا يا ست. تعيش يا سبع البرومبا. حاجتك اللي انت عايزاها كلها هتاخديها وزياده على حساب المحل. اه ده شغل المعلمين. بقول ايه يا معلم؟ يا نعم. انا عايزه شويه مغات بالمره. مغات؟ مغات محوج على عناية. تعالي معايا. تعجبني يا معلم. يا نهار ازرق، اما انت معلم قليل ادب صحيح. اديني كيلو بطاطس يا عم فرجان. هنا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجاني ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي، شوف الكوسه عامله ازاي، تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخدوا محشي معاها يرم العرض. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكساءه عامله ازاي؟ قال لا انا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زناد. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. امال انا بطلب الاجره مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الاونطه دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا اخويا انزل. اديني هنزل يا اخويا. ما تسوق. افتح لي الصخمطه دي وحياتك. بتفتح منين؟ يلا يا اخويا، روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي امشي بقى، ماشي الشروكه بقى. ان شاء الله يطلع لك فار بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. ده بتاع الميه انت واللي يعرفها لما تبقى تتجعر تحت منك. إلهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. إلهي يا رب. أهلا. إلهي ربنا يكرمك يا شيخ. إلهي ربنا يكرمك. وعرفتوا إزاي؟ اطلع بالباقي. إيه؟ اطلع بالباقي! ده أنتوا ولاد جنية. احنا الاولاد جنيه. عامل 28 جنيه و16 قرش. 28 جنيه و16 قرش في اليوم الاولاني، ده نجاح باهر للشخصيه، ده سكسيه، البركه في النضاره. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها ايه؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاطع ميت ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف، تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. فوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبه روح امك. احنا ورانا مصاريف جامده قوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه
وتدوني جوز جنيهات بس. ايوه عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير اداره الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصيه وخلافه. نهايه الاول انت هنا عبد المامور، تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا تاخد لك ده بس؟ لا اتعشى. عشو بقولك ايه، على فكرة تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر، احنا ناس حقانية منحبش تاكل حق حد ابدا. حقانية خدهم قد كده على قلبك، تبدأ المية لما تتجقر من تحت منك. ربنا يكرمك. طب يا استاذ يا استاذ. ايه ايه دي، ايه الورقة اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه دولار هرر؟ ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول، خد الورقه دي واديني مصر، انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصر، يبقى تديني بالمصر. غريبه انت بتشوف زي، انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجه الا الفلوس. خد الورقه دي واديني بالمصر، انا قابل منك اي حاجه ان شاء الله اشيل الحد. هدي هدي كويس. هتشوفك وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلوت قوي، نخلع بقى. اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد من اعدمها يا جزمي. صارمه. ايه قلنا صارمه؟ انا اسمي صارمه. جزمي ما فرقش كتير، وريني والله ما تفرق كتير، حتى الجزم احسن. امسك يا بلغة. كلامك حلو قوي، واحنا نعيش مرتين مش كده؟ حسبهم لمين يا اباه؟ صارمة. ايه صارمة؟ حسبهم يعني في صفايح كده الحكومة زي ما بنسمع يا صندل. صارمة. خلاص يا اخي. الله بقى كده تقعوا كلكم، انت ليك وش تتكلم يا تهموش انت. اخرس يا ما تكلمش المعنى انا بالطريقة دي، انت اللي تخرس يا غبي. غريبة محدش مال ايدك. ما تقولش واد، ما تيجي تاخدك انا مين؟ مش دلوقتي. الله 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 الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متفقين صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس اسكت يا بغل، حد يا بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه سيبه ده مهما كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامه، تلميذ بشغلانه سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله، وبقى عندك صنعه محترمه تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغله محترمه دي؟ ده الحرامي احسن مننا، على الاقل الحرامي بيسرق عين عينك ومعروف انه حرامي، لكن احنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخل. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام ايه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدل ما اعترفت انكم حراميه ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهف تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهف التلت ده يا غبي؟ تديه لامك. متجمعين عند النبي، ولو ان اللي زيكم ما يتجمعوش الا في جهنم. الله 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 الله، ايه الدخل دي؟ انا جاي اقول لكم اشوف وشكم بخير، قصدي يعني ده هي اللي تورينا وشوشكم بعد كده. ما تقف عوج وتتكلم عادي. لا لا انت تخرس خالص، تخرس خالص يا غبي. انا جاي اقول لكم انا ماشي، مش هشتغل معاكم تاني. تاني هترجع تقول الكلام ده؟ المره دي تبقى نصوحه هاموش، واحسكم عينكم اشوف حد فيكم في اي حته، ونفسي دلوقتي حد يبربش لي بس بعينيه. ده انت طايح قوي 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 يا غبي، واي كلب فيكم هيتعرض لي هقطع خبره. الواد ده لازم يترن عنها. انت ما تقدرش يا هاموش الكلب. لا اقدر. ما تقدرش. خلاص يا معنانا، خلاص. عايز يمشي ما تغصبش عليه. تعجبني يا غبي. ايوه بقى التهيه هي اللي قفلت معايا. سلام عليكم، ولو ان اللي زيكم ما يستاهلوش السلام عشان انتوا كلاب. انا كلب؟ نفسي اقابل حد فيكم ولو صدفه هقطع خبره. جاكوا ضاي الميه لما تتجقر تحت منكم.